ووصلنا لفقرتنا اليوم بالختامية، واليوم ضمن المساحة الطبية فيتامين بي 12 هو من أهم الفيتامينات اللي أجسامنا بتحتاجها، وله تأثير كتير كبير على أجسامنا بحالة النقص. يعني تخيلي أنه نحن ممكن في حالات بصير عندهم تدهور بالحالة العقلية، بالذاكرة، بالشهية وبالوزن. اليوم حنضوي أكثر عن فيتامين بي 12، نعرف اليوم قد ايه مهم هو على أجسامنا وشو ممكن يأثر في حال النقص. طبعا ضيفتنا لليوم هي الصيدلانية رشا الموسى. يسعد لي صباحك. يسعد صباحك رشا، يسعد صباحك نرمين. هلا مثل صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني فيتامين بي 12 انا كل فتره كل سنه بصير عندي نقص فيه، انا من الاشخاص اللي بهي بس أنا ما كثير بركز ليش باخذ كورس علاجي. برافو عليك انك عم تحللي، هي الشغله انه كثير منيحه وان شاء الله العالم تعلم منك. هو له علاقه بفقر الدم؟ طبعا تمام، معناتها خلينا كثير له علاقه. هلا ليش انه التحليل كثير منيح؟ لانه في اعراض عم تتشابه بحالات ثانيه، يعني مثلا حديد كذا، فلهيك نحن بنضوي انه لازم تحلل. فبتمنى كل اللي عم يتابعونا هلا انه يتعلموا مني. قبل ما نحلل معناتها خلينا هيك فورا نعرف المشاهدين شو هو فيتامين بي 12 وشو بفيد الجسم. تمام، هلا فيتامين بي 12 هو اهم فيتامين بمجموعه فيتامينات بي بشكل عام. فيتامين بي 12 بينحل بالمي. شو يعني انه بينحل بالمي؟ بفوت على الدم وبينتقل لكل الجسم، لهيك هو بياثر بشكل عام، وكمان بيتخزن بالكبد. فكثير بدنا ننتبه للي عندهم مشاكل كبديه انه ياخذوا بحذر. هي اول شغله. هلا ثاني شغله فيك تقولي انه فيتامين بي 12 مهم كثير لصحه الانسان. ليش مهم لصحه الانسان؟ بيتدخل باهم عنصرين هو الدم والاعصاب، الجهاز العصبي بشكل عام. الدم لانه هو بشكل لنا الكريات الدم الحمراء، بدونه في كريات دم، بدونه هن ثلاث عناصر فوليك اسيد والحديد وفيتامين بي 12 اللي بيشكلوا لنا الكريه الحمراء. بس بلا فيتامين بي 12 حتتشكل عنا الكريه بس ما رح تعطي دورها الاساسي اللي هو نقل الاكسجين. فحيصير عنا انه كريات دم كبيره بس بلا وظيفه. اما بالنسبه للجهاز العصبي فهو بيشكل لنا الغلاف الخارجي للجهاز العصبي، كثير بيساعد على تكوين الغلاف. فاذا نقص عنا حيصير في عنا تلف بالاعصاب، نمل، خدران، مشاكل نفسية. بعدين بتبلش مشاكل نفسية باكتئاب وقلق، بعدين بتتطور للنسيان، بعدين بتصير خرف. فلهيك هو كثير مهم وضروري لصحة الإنسان فيتامين بي 12. يعني الانسان بلا الدم وجهاز العصبي شو؟ ولا شيء. تمام. ذكرتي رشا شوي من الاعراض، يعني اذا حبينا نوسع اكثر اليوم، في ناس كثير بتقول لك انا على طول بشعر بدوخه، ما لي شهيه على الاكل، وزني عم ينزل مع انه احيانا بكون عم باكل اكثر، يعني نعسانه، ما لي طاقه على شيء. هي اعراض نقص فيتامين بي 12. ممكن اليوم تتشارك هي الاعراض مع حاله ثانيه؟ طبعا في كثير اعراض. نحن دائما الاعراض عندنا، في كثير مثلا فيتامينات، في كثير امراض عندنا بتتميز باعراض. بس هلا انا حقول لك انه الاعراض الخاصه بنقص فيتامين بي 12. هلا اول شيء مثل ما قلتي حضرتك، تعب، ارهاق، ضعف بالعضلات بيصير عنا، حالة اكتئاب، اضطرابات بالمزاج، واهم شيء مثل ما قلت لك الوخز بالايدين والقدمين. هذا عرض كثير مميز، يعني بس الواحد بيقول لك ايدي ورجلي منملين فورا بنقول له روح حلل فيتامين دال. وخاصة كمان في عنا مشاكل دال ولا بي 12؟ بي 12. تنميل او حرارة؟ كمان هلا الحرارة بزيادة بي 12، بس تصير ايديك ورجليك حامين وفي حكه هون بيكون عندك انت زياده. طب هاد العارض اليوم ما بتشابه مع مريض السكر؟ ما بصير عنده نفس الحاله؟ لا، هلا السكر كثير له حالات ثانيه. السكر مثلا ما بصير نمل بالرجلين وارتفاع بالحراره؟ بصير بس مو مثل طبعا بي 12. هلا السكر مثل ما انا حكيت المره الماضيه انه بيكون عنده اعراض ثانيه مثل التبول، مثل في كثير شغلات. بحكي عن هاي الحاله اكثر شيء، يعني هي الحاله هي مميزه اكثر شيء لبي 12. فلهيك انه بصير عندنا، بس يكون عندنا نقص بي 12 هو بصير عندنا الخدر والتنمل وهي القصص، نحن فورا بنتجه لهون، بننفي اول شيء السكري، بننفي كل شيء، بنقول له اعمل تحليل بي 12. طيب ليش بصير هذا النقص بالاجسام؟ يعني مثل ما ذكرت حالتي كل سنه او سنه ونص بنلاقي نزل البي 12، لازم ناخذ كورس دوائي شهرين او ثلاثه. تمام. هلا فيتامين بي 12 بيتاخذ من له ثلاث مصادر. اول شيء بتصنعه بكتيريا نافعه بالامعاء عندنا بالجسم بيتصنع. والمصدر الثاني هو مصدر غذائي، يعني بيتاخذ من المصادر الغذائيه الحيوانيه حصرا، مصادر نباتيه. تمام. لحوم، اجبان والبان، اسماك، هي مختصه انه كلها فيها فيتامين بي 12. اي شخص نباتي هو حكما عنده نقص فيتامين بي 12. نباتيه يعني رمين؟ لا والله انا عم تاكلهم جاهزين مو بالبيت، مو صحيين.
ممكن يكون طبيعة أجسام طبيعة جسم الشخص هيك، أو مثلاً أو وراثي مثلاً، ممكن وراثي، أو حتى مثلاً بيقولوا الكريات الدم السطح تبعها صغير، فإلها علاقة ولا هي لا؟ لا ما إلها علاقة، لأنه هو فيتامين بي 12 ما إله مستقبلات أساساً بالجسم، هو الفيتامين الوحيد اللي ما إله مستقبلات، هو بيمتص عن طريق مادة بروتينية موجودة بالأمعاء الآي إف، هي اللي بتمتصها، بس بتمتصها بجزء قليل، لهيك العالم يعني أغلبها عندها نقص بفيتامين بي 12. طبعاً. هلا ذكرتي السمك، البيض، اللحوم، الاجبان، هدول مشتقات حيوانية. فقط يعني احنا اليوم بنحصل على البيض 12 منه، ما في شيء ثاني؟ تمام، ومثل ما قلت لك بالجسم موجود، وموجود اكيد بالشكل المكملات الغذائيه اللي بناخذها، حب او حقن. اليوم قد ايش في نقص بيض 12 معناتها؟ اليوم الشعب السوري يعاني منه واحد كثير عم يعاني منه. حكينا عن النقص، ممكن الزياده تسبب ضرر فيه؟ زيادة بي 12 بالجسم؟ تمام، زيادة بي 12 ما بتعمل لنا تسمم حاد، بس بتعطينا أعراض. هلأ أول شيء في عنا أعراض خفيفة، بتبلش بأحمرار مثل ما قلتي من شوي، وجه بيكون كتير أحمر، وإيديك حامين، بتلاقي مثل شكل المعصب، فهذا بيكون عنده زيادة مو نقص، هون بيكون عنده زيادة، بيصير في عنده طفح جلدي، حكة، أعراض هضمية، مشاكل هضمية. طبعاً هلأ فيتامين بي 12 أي حد عنده مشاكل هضمية فهو كمان عنده نقص أو زيادة بي 12، لأنه مثلاً اللي عنده حصوات مرارية، اللي عنده نفخة، إسهال، إمساك، هذا بيكون عنده نقص. وكمان أعراض هضمية إذا زادت وهو عم ياخدها حس إنه في أعراض هضمية، كمان هم بيكون عنده زيادة بي 12. هي كبسولة تقيلة على المعدة، يعني إنه ممكن يكون في هيك شوية محاذير، والعالم يلي عم تتضايق منها ككبسولة بتقدر تاخذها حقن، يعني مأمنين، وحتى في منها بخاخات أنفية، فإنه نحن مسهلين لهم الوسائل كلها. طيب شو المحاذير لاستخدام بي 12؟ شو الشغلات لازم ناخذها مع، يعني مثلا فيتامين د بيقولوا انه لازم بعد الوجبه ناخذ ماده دهنيه او وجبه تكون دسمه فيها مواد دهنيه التي ينحل بي 12؟ شو الوضع؟ هلا المحاذير اللي حضرتك قلتي، المحاذير هن الاشخاص اللي نحن بنحذر انه انتم ما تاخذوا فيتامين بي 12، مثلا مثل المراه الحامل او اللي عم ترضع، ممكن تاخذه بنسبه كثير كثير قليله وحصرا عن طريق الدكتور، ما بصير تاخذه من حالها، بيأثر على الجنين، على المولود. كمان الأشخاص اللي عندهم اعتلال بالعصب البصري الوراثي، اللي عندهم اعتلال فيه هذا حكماً ما بياخد فيتامين بي 12 لأنه بيعمل له عمى مع الزمن. وأي كمان أشخاص تانية بتكون عندها حساسية لمركبات بي 12، يعني أنا وقت مثلاً بتحسس منه وحسيت بهي الأعراض اللي حكيتها من شوي، أنه لا هذا معناها أكيد عنده حساسية بي 12، ما بياخده. تمام. احيانا بنضطر ناخذ ادويه بيكون لها تاثيرات جانبيه، اليوم بموضوعنا شو هي الادويه اللي ممكن احنا ناخذها تعمل هذا التاثير وتسبب النقص؟ تماما، هلا في كذا دواء لما عم يتاخذوا بنفس الوقت عم يسبب النقص، عم يتاثر تماما. الدكتور بيغير لك موعد الجرعات، بس انت خبر الدكتور، ما تكون عم تاخذ دواء بالسر. هلا في عنا حمض الامينو ساليسيليت اللي هو بيستخدم بمعالجه السل او بعض مشاكل الجهاز الهضمي، هذا بيعمل لي نقص. الميتفورمين دواء السكري، هذا كمان يعني ميتفورمين 90% من مرضى السكري بيكونوا عم ياخذوه، هذا بيعمل لي نقص فيتامين بي 12. اغلب 90 الباقيين عم يعملوا دايت. عن جد الدايت ما بيخلص، هذا ما بيخلص، خلص العمر. ايه الميتفورمين مثل ما قلنا، مرضى السكري دائما بتلاقي مرضى السكري عم ياخذوا فيتامين بي 12 بس بغير وقت. هلا كمان في مثل الكولشيسين، هذا العلاج النقرس بوقاية أو علاج كمان إذا تأخذ بنفس الوقت بيقلل. بس في دواء كتير مهم، هو مو دواء، مكمل غذائي لفيتامين سي، هذا إذا تأخذ كمان سوا هو وفيتامين بي 12. القرص قصدك فوار؟ هدول القصص قرص، فوار، حبة، إنه مضغ، أي شيء فينا نحن ناخده بوقت متباعد يمكن. تماما، قلت لك إنه فينا ناخده مثلا أول شيء بناخد فيتامين بي 12، بعد ساعتين بناخد فيتامين سي. طيب بي 12 مع فيتامين د بيأثروا على بعض؟ لا ما بيأثروا، بس هو أكثر شيء فيتامين سي هو اللي بيأثر، بيقلل لي إياه، يعني خلص كأنك ما أخذت الحبة على الفاضي أنت. فمو يجي والله المريض يقول لك أنا عم آخذ فيتامين سي، يلا إنه باخذ معه فيتامين بي 12، عادي هنا الفيتامينات بناخذهم سوا، لا مو عادي. وحكما بتصور بعد الأكل بيتاخذ هذا الفيتامين ولا ما دخل؟ هلا هو ما كثير بيأثر على، بس إنه خلص يفضل يمكن على بعد تماما يفضل الفيتامينات بشكل عام، بس هلا دال شيء خاص إنه حكما ما بينحل إلا بالدسم.
أكيد. شكرا رشا الصيدلاني رشا الموسى اليوم لحضورك معنا ولكل المعلومات. اكيد بدنا نرجع نركز على نقطه دائما نحن نعمل هذا التشيك لانه ولاطفالنا بالتحاليل لنعرف اليوم نحن بشو بحاجه. يسعد صباحك وصباحك خير على طول. صباحك حبيبه قلبي. شكرا كثير لك رشا ولوجودك معنا. شكرا لك وللاخبار يا سوريا. اهلا وسهلا فيك.